يا ابو مخطط، كنا نحفظ ايام زمان باعتبار انه كنا نكمل عبد الوهاب ينقذهم اشياء كان مفروض علينا ان نحفظها عشان كمان جماهيركم اللي كانوا يتسمعوا لنا كانوا يطلبوها حين. فهذا اسباب الحفظ بالنسبه لنا فيما سبق. ودحين مع الكثره الواحد يحفظ ايه ولا ايه ولا حتى اعمالنا احنا احيانا بنتابع من كثره حقيقه. استمع لكل شاردة واردة في المجال، يعني على الأقل إذا ما هو عشان أكون يعني عندي إحاطة كاملة بما يدور في الساحة. تقليد محمد عبد الوهاب إنه ما كان يفوت لا صوت الشرق ولا صوت الغرب إلا واستمع إليه، أو موسيقى شرقي أو موسيقى غربي إلا واستمع إليه. بالنسبة يعني الفنانين جدد من أمثال عبد المجيد.